إذا للوقوف عند صراع الأحزاب الكردية وتطورها والأخطار التي تهدد كردستان العراق ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور. أستاذ كاظم مرحبا بكم. ما الذي فاقم الصراع بين الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني خاصة يعني في هذه المرحلة الحساسة؟ نعم، شكرا جزيلا ومساء الخير عليكم وعلى سادة مشاهديكم الكرام. حياك الله. بالنسبة لتفاقم الصراع ما بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق تمتد بطبيعة الحال إلى عقود من الزمن، فحيث كان في السابق كانت هناك تسويات سياسية تحدث ما بين الحزبين بفترة معينة مؤقتة، تكون أمور هادئة ما بين الحزبين وتنتظم الأمور الإدارية والسياسية في الإقليم، ثم سرعان إذا ما تحدث هناك أي مشكلة سياسية تتراجع هذه الاتفاقيات وهذه الإدارة في الإقليم نتيجة هذه التسويات المؤقتة. وكان العامل الخارجي قبيل 2003 حاضرا في المشهد ما بين التفاهمات ما بين الأحزاب السياسية في كردستان العراق. أما ما هذه المشاكل بعد 2003 انتقلت إلى المشهد السياسي العراقي بشكل عام، ولكن أحزاب الكردية الحاجة السياسية والإدارية دفعهم بأن يكونوا كتلة سياسية لربما متحالفة واحدة في بغداد، وانتظم العامل السياسي الكردي في بغداد بتحالف واحد امتد لربما أكثر من 10 سنوات، خاصة في قبيل وفاة زعيم اتحاد الوطني مام جلال طلباني. كان هناك يعني تفاهمات و يعني اتفاقيات استراتيجية ما بين الحزبين، ولكن هذه الاتفاقية ما بعد يعني 2003 و4 إلى يومنا هذا أصبح هذه الاتفاقيات من الماضي ولم يعد يعمل به. فهذه غياب هذه الاتفاقيات فاقم من هذه الصراعات، وكذلك دخلت المشهد السياسي في الحكومة الاتحادية من حيث المناصب العراقية حصة الأكراد وأحزاب الكردية، مما دفع أن يكون هناك استقطابات حزبية حادة، وأصبح هناك اختلافات في الاتفاقيات ما بين أحزاب العربية وخاصة الشيعية في بغداد. فأصبح يعني اتحاد الوطني يميل إلى نوع معين خاصة ما يسمى بإطار التنسيقي. طيب. وحزب الديمقراطي نعم. أصبح قريبا من أحزاب السنية وكذلك تيار الصدري. فكل هذه المشهد ومشاهد داخلية لربما نأتي عليها. طيب. فاقم طيب. الصراع في كردستان العراق. إذا أردنا تحميل المسؤولية، من يتحمل المسؤولية الأكبر عن تفاقم الصراع بين الحزبين الكرديين؟ كما تعرف هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين، ولكن من يتحمل المسؤولية الأكبر؟ طبعا المسؤولية هنا إذا كنا دقيقين تضامنية. نعم. لأن يعني حكومات الائتلافية التي جرت تشكيلها في كردستان العراق لم تخلو منها أي من الحزبين، بل كانت لربما أحيانا مناصفة، وأحيانا كان هناك يعني اتحاد الوطني الشبيه بالمناصفة مع حزب الديمقراطي الكردستاني. فيعني المسؤولية تضامنية، حتى أحزاب ما يسمى بالمعارضة السياسية اليوم هي كذلك تتحمل جزء ولو كان بسيطا، ولكن كانت هي كذلك مشاركة في ائتلافات سابقة في تشكيل حكومات في هنا في إقليم كردستان العراق. وكذلك يعني مسؤول تقع جزء من المسؤولية على الحكومة الاتحادية بطبيعة الحال. نعم. كونها يعني لم تكن يعني تتفق بشكل كامل مع يعني حكومة إقليم كردستان العراق، بل تذهب ببعض الاتفاقيات ثنائية جزئية،
حزب على حزب آخر يتقاومون على بعضهم نتيجة الصراع الموجود في الحكومة الاتحادية. أستاذ كاظم، هل الصراع هو داخلي، أي أقصد هنا ضمن حدود كردستان العراق، أم أن له أبعاد خارج كردستان العراق؟ العامل الاقتصادي يجعل هذا الصراع تشتد بين فترة وأخرى، والكل يعلم أن اقتصاد العراق اليوم مرتبط، وكذلك إقليم كردستان العراق بطبيعة الحال مرتبط بالعامل الخارجي، حيث أننا في العراق نعتمد على الصادرات النفطية، عائدات من الصادرات النفطية، والنفط بطبيعة الحال في كل العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تدخل في صراع دولي وإقليمي ما بين الدول المتصارعة على ثروات الدول الأخرى منها العراق. فأحيانا العامل الاقتصادي والإقليمي يعني يجعل هذه الصراعات ما بين الحزبين الحاكمين في الإقليم تشتد بشكل غير مسبوق النظير، خاصة في الآونة الأخيرة عندما رأينا هناك تصريحات من قبل يعني رئيس الحكومة إقليم كردستان العراق في بريطانيا، من حيث أن إقليم كردستان العراق باستطاعته أن يعني أن يوفر الطاقة الغاز إلى أوروبا بديلا عن لربما عن روسيا بطبيعة الحال، والغاز يعني المتوفر بشكل كبير في منطقة يسيطر عليها الاتحاد الوطني. فكانت هناك يعني، وكذلك هذا الأمر بطبيعة الحال تؤثر على النشاط الاقتصادي، صادرات يعني إيرانية إلى بلدان أوروبية، فهذه له تأثيرات جدا كبيرة. والعامل الاقتصادي في بغداد لدينا اتفاقيات ولدينا تعامل شبه يومي مع جارة إيران، وإيران تؤثر على الاقتصاد العراقي، والحكومة العراقية كذلك هي الأخرى تتعامل مع ملف الاقتصادي في الإقليم. نعم أستاذ، من حيث أطراف الصراع الموجود في حكومة إقليم كردستان العراق. عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.